مزيد من التفاصيل مشاهدي الكرام، نذهب إلى سيد شوقي مهدي. سيد شوقي، هذا التوسع الكبير لقطر للبترول، ما هو المبتغى منه؟ قطر اليوم يعني حسب متابعتك من حقها أن تستفيد من خبراتها طوال سنوات طويلة مضت، شكلت فيها تحالفات مع شركات كبيرة جدا، شل، توتال، إكسون موبيل وغيرها من الشركات، شاركت في استكشاف الحقول هنا في دولة قطر. واليوم توجه قطر من خلال خبراتها، قطر للطاقة، للاستكشاف والتنقيب أمر طبيعي يعتبر لاستغلال هذه الخبرات والإمكانيات التكنولوجية والمادية والموارد البشرية الكبيرة التي تمتلكها قطر للطاقة. بشكل عام مروان، 2021 كان عام استثنائي في لقطر للطاقة، بمعنى أن أهمية هذه الاستكشافات وإن كانت هي تعادل عدد الاستكشافات في السنوات السابقة، ولكن أهميتها تأتي في كونها تعاني فيه شركات الطاقة الكبرى من الاستثمار في مجال الاستكشاف والتنقيب، وهذا انعكس بشكل سلبي على قطاع النفط والطاقة في العالم. بالتالي هذه العمليات السبعة التي تمت استثمارات في مناطق مختلفة وفي أهم أحواض التنقيب والاستكشاف في العالم، جاء ذلك يعني بعد سنوات من العمليات الاستثمارية في المشابهة، والتي نالت بسببها بالمناسبة شركة قطر للطاقة في 2020 حازت على جائزة أفضل شركة في مجال الاستكشاف والتنقيب في العالم، وذلك بسبب توسع محفظتها العالمية الاستثمارية. ولو لاحظنا إلى خريطة الاستثمارية التي استعرضها التقرير، هي في مناطق وأحواض مهمة حول العالم وفي مناطق واعدة، ويعني وهذا يعكس دور الشركات الوطنية، وفوز قطر للطاقة بهذه الجائزة يجسد أيضا أو اعتراف بالمحفظة الاستثمارية الكبرى لقطر للطاقة حول العالم. إذا نظرنا إلى الشراكات كما تفضلت وذكرت التي قامت بها قطر للطاقة مع شركات كبرى، نحن نتحدث عن توتال وإكسون موبيل وشل وإيني، هذه شركات راسقة ولديها خبرات كبرى تستفيد منها قطر، وهذه الشركات هي أغلبها يعمل في قطاع الطاقة هنا في دولة قطر. بالتوازي مع هذه الصفقات نجد أن قطر للبترول فقط أو قطر للطاقة، والتي بالمناسبة هي غيرت من اسمها العام الماضي من قطر للبترول إلى قطر للطاقة، تماشيا مع تنفيذ هذه الاستراتيجية حتى تصبح شركة نفط وطنية بجذور في دولة قطر وحضور عالمي مميز. هنالك استثمارات تمت في مجالات البنية التحتية في مجال الغاز في العديد من دول العالم خلال السنوات الماضية وفي أسواق رئيسية ومستهلكين أساسيين للغاز الطبيعي المسال. نجد أن مؤخرا شاركت إحدى شركات قطر للطاقة في بناء أكبر محطة لاستقبال الغاز في باكستان. قطر للطاقة لديها استثمارات في محطة ساوس هوك في بريطانيا، استثمارات في إيطاليا في محطة إدرياتيكا، أيضا في الولايات المتحدة في جولدن باس لديها استثمارات في هذا المجال في تصدير الغاز الطبيعي المسال. أكثر من ذلك، تم بالتوازي خلال العام الماضي أيضا شهدنا استثمارات لقطر للطاقة في حجز سعات تخزينية في أسواق مهمة مثل أوروبا. هناك اتفاقية تمت في فرنسا في محطة مونتير حجز سعات لميل الغاز الطبيعي المسال. نفس الاتفاقية تمت في الآيل أوف جرين في بريطانيا وأيضا في زوبريج في بلجيكا. بشكل عام هذا يجسد أو يلخص المحفظة الاستثمارية متنوعة وقوية وفي مناطق وأحواض مهمة حول العالم.